بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله وتوفيقه. مشاهدينا في كل مكان أينما كنتم، شوط آخر ينطلق في هذه الأمسية التراثية الجميلة، وشوط الشوط الذي أمامكم والشوط الخامس، بداية الجولة الثانية التي تنطلق وعنوانها بكار محليات أصايل بشعارات أصحاب السمو الشيوخ. أتواصل مع سن الإذاع والإبداع، وما زلنا أيضا بهذا النقل الحي المباشر عبر أبو ظبي الرياضي، هذه اللقطات الجميلة ومقدمة الشوط الآن كما نرى هذا الشعار الذي دائما يأتي بقوة في مقدمة هذه الأشواط. الآن ننتقل مشاهدينا مع الصدارة مع هجن الرياسة مشاهدينا في كل مكان، للمركز الأول والمركز الثاني والمركز الثالث كما نتابع مشاهدينا والرابع. هناك مشاهدينا الأعزاء الذي الشاهينية مشاهدينا الأعزاء التي تنطلق من هج الرياسة مع المستحيل في المقدمة والمركز الثاني. مباشرة أرى هناك كذلك بنفس الشعار ونفس المضمر مشكورة اللي أيضا من الجانب الآخر مع المستحيل. النقل القادم والمركز الثالث، هناك هملولة مشاهدينا مع هج الرياسة الأخرى مع علي بن يميل الظافر التي تحتل المركز الثالث. نقلتنا الأخرى والقدوم والتقدم مشاهدينا في كل مكان، هنا أيضا مع هملولة الأخرى من هج الرياسة التي تقدمت مع الظافر كذلك وبجوارها تماما. أرى خطيرا لقادمة من هج الرياسة مع هناك راشد بن بخيت مجارح المري الذي يدفع مشاهدي الأعزاء بخطيرة من خلال هذه المشاركة، وهي متواجدة في المركز الخامس. الدور دور المركز السادس والسادس اللي وصلت مياسة من هجن الرياسة مع المميز مبارك بن أحمد الخيالي بجوارها تماما. أيضا هناك الأخرى مشكورة من هجن الرياسة مع صالح بن سعيد بالعري المري، وهنا أيضا دور قادم دور الأخرى الشاهينية من هجن الرياسة مع عوض بن مبارك المهيري الذي يتقدم في هذه اللحظات. هذا هو الشوط مشاهدينا في كما نتابع هذه الشعارات مع اختلاف المضمرين. هذه المؤسسة العملاقة التي تملك الكثير من الأداء الجميل ومن هذه أيضا الشعارات التي تتميز في شتى الميادين مشاهدينا في كل مكان. وهنا نتابع الشاهينية وبجوار الشاهينية أيضا هناك كما تابعنا النصيبة. الشاهينية والنصيبة في مقدمة هذا الشوط من هج الرياسة مع هناك أبو ذياب، والنقلة اللي في المركز الثالث مباشرة هملولة أيضا التي مندفعة في المركز الثالث من هج الرياسة مع هناك بن يميل علي، هذه الثلاثة التي انفردت انفراد تام عن بقية المراكز لتسطر أيضا حروفا من ذهب مشاهدينا. وفي هذه المشتركات وفي هذا أيضا مشاهدينا الأعزاء بهذا الأداء الجميل، وهنا نتابع القادمة الأخرى هي كذلك لا شك هي الشعار الأحمر الخطر الذي يمتلك العديد من الأسامي القوية التي تستطيع مشاهدي الأعزاء انتزاع المراكز في شتى الميادين. هنا انطلاق مشاهدينا مع هملولة من هج الرياسة أيضا مع الظافر بن جميل، وهنا وصول من خطيرة التي وصلت بنفس الشعار ولكن اختلاف المضمرين. هناك راشد من بقية مجارح المري من دفع بخطيرة مشاهدينا في كل مكان، متابعة حتى هنا وصول آخر من قبل التي وصلت مياسة من هج الرياسة مع بارك بن أحمد الخيالي، وهنا وصول قادم مع الشاهينية التي وصلت من هج الرياسة كذلك الأخرى مع عوض بن مبارك المهيري بجوارها تماما. هناك أيضا الدخول من قبل مشكورة من هج الرياسة مع أبو سعيد بالعري المري صالح. هذه مشاهدينا الأسامي التي مشاركة من خلال هذا الشعار الأحمر الجميل.
شعار هج الرياسة، وهذه المؤسسة العملاقة مشاهدينا كما ذكرت التي تمتلك الكثير والكثير من الأوراق الرابحة التي نشاهدها دائما مشاهدينا في هذه السباقات، ومع جماهيرها ومع محبيها أيضا نقول مبروك لمؤسسة هج الرياسة على امتلاكها من خيرة الأصايل في سباقات الهجن العربية الأصيلة مشاهدينا، كما نتابع والتابعون دائما هذه الانطلاقات. ما زلنا معكم متابع الهوائي مباشرة، نعود مع هناك المشكورة والنصيبة والشاهينية النصيبة والشاهينية اللي في المقدمة يقدم أداء جميل، أداء مشاهدي الأعزاء عالي الجودة بهذا الشعار الأحمر الخطر اللي دائما يمر ويعبر. وشكرا أبو ذياب الناقلة في المركز الثالث، كذلك هي أملولة الأخرى التي تتابع الانطلاق مع هج الرياسة ومع الظافر بن جميل، كذلك من دفع بها أملولة وانفرد انفراد تام عن بقية المراكز التي مشاهدينا نتابع من خلالها هذا الأداء المميز. النقلة الرابعة هناك المركز الرابع ما شاء الله، والمسافة كما ذكرنا هناك مسافة طويلة بين بقية المراكز من قوة الشوط ومن أداء الشوط مشاهدي الأعزاء، وسرعة هذا الشوط كذلك متميزة. شوف الانطلاق، هنا وصول، هنا قدوم آخر من أيضا شعار هج الرياسة مع انطلاقة هنا قطيرة التي تنطلق، ولكن هملولة الأخرى، هملولة أيضا مع الظافر بن جميل، وهنا أيضا هناك خطيرة مع هج الرياسة مع راشد بخية مجارح البري. انطلقنا الأربعة ما شاء الله وتبارك الرحمن، ولكن خلونا نرى هناك المقدمة وأرى الانقضاض على الصدارة من البداية، سيطرة ميدانية واضحة وسرعة فائقة لهذا الشعار، شعار هج الرياسة الذي يسطر حروفه من ذهب في هذا الأداء وفي هذه الأشواط مشاهدينا، نحن نتابع من خلالها هذه الأسامي التي سوف تشاهدونها في أشواط قوية يوم ترفرف الأعلام، يوم تكون أيضا أداء جميل مشاهدينا الأعزاء. نتابع هذه الأسامي ونتابع هذا الأشياء، وجماهير هج الرياسة أيضا لا شك هي من تتابع عبر مضب الرياضية هذه الأسامي الجميلة التي ما شاء الله دائما تكون مع محبيها ومع جماهيرها مشاهدينا من خلال هذا الشعار الأحمر الخطر اللي دائما يمر ويعبر. هنا الشاهينية والنصيبة وإنجازات مشاهدي الأعزاء لا تحصى ولا تعد، وهنيا لهج الرياسة ولهذه المؤسسة العملاقة التي كما ذكرت تمتلك العديد والعديد من الأسامي الرابحة. هنا النصيبة وبمعية النصيبة أيضا مشاهدي الأعزاء الشاهينية وجميع لهج الرياسة ومع أيضا أبو ذياب له التحية. انطلاق جميل وانطلاق بدون أي أوامر مشاهدي الأعزاء، هذه أيضا الجماهير تطالع هذه البكار وهذه الأداء الجميل بدون أوامر، حتى خط النهاية قاما بالسبب الفعل ويسووا مشتهين حتى خط النهاية مشاهدينا في كل مكان. دهنين المركز الثالث، المركز الأول النصيبة والمركز الثاني الشاهينية، والمركز الثالث التي وصلت هملولة مشاهدي الأعزاء هملولة، والمركز الرابع هملولة كذلك، والمركز الخامس هي مياسة، وجميع لهج الرياسة لنا عودة للتوقيت الزمني الذي حققته مشاهدي الأعزاء. هناك شوفوا الانطلاق، التوقيت الزمني 9:15 أجزاء من الثانية. تهانينا بفوز النصيبة من هج الرياسة، والمركز الثاني أيضا الشاهينية من هج الرياسة، قطعت المسافة 9:15. ناخذ كم النمبر 2 بليز، 9:15:07 أيضا الشاهينية، والجميع من هج الرياسة وجميع تضمير وإشراف مع بسام راشد له التحية. المركز الثالث هملولة كذلك هي من هج الرياسة، شكرا الظافر بن جميل من قدم هملولة كذلك، وصلت المركز الثالث بتوقيت زمن وقدرة 9:25 وفاء وتماما، والناموس لكل الفائزين.